انا كنت كنرسم باش كنرسم بالخبز كندير دي ستاتيو النحت بالبابه ديال الخبز وكنوزع على سميتو على المعتقلين من تحت سميتو. ولكن كانت ظروف صعبه جدا، ظروف صعبه بحيث انه الوسخ ما كان نحاول ما كان ما كنعاوش هادشي لانه كيخلع بزاف، لانه ولينا وحوش ما كانش ولينا حيوان في الواقع. من بعد انتقلنا للسجن المدني بالدار البيضاء، وكنتذكر انه الجنه بالنسبه للجنه تماما، من كتشوف الشمس كتشوف الشمس وكتخرج وحيد الباندو وحيد محيد ومحيد المانوط سكيبي كتسارى في لاكور في الشمس كتجري شويه كتعاود الحركات ديالك بحيث حتى من العضلات ديال رجلينا وديال يدينا وديال ولاو بحال شي جله. عاد واش بدينا الانتعاش في سميتو. بقينا عام في السجن المدني، واضطرينا باش نديرو اضراب عن الطعام مده ديال 20 يوم ولا شي حاجه باش نتحاكموا، كنطالبوا المحاكمه ديالنا، يعني ما عرفنا اشنو هاد الناس بغاو يديروا معنا. من بعد تحاكمنا بطبيعة الحال، خدنا ما نعرفش 5 ولا 6 قرون ديال السجن. يا جمعتي كلشي داكشي وقسمتي على جمعتي كلشي داكشي 5 قرون، باقي عندي الرقم مقاد ديال شي 5 ولا 6 قرون اللي عطونا شي المؤبد شي 30 عام، الاغلبيه 30 34 31 عام، ما نعرفش 30 ولا شي حاجه 20 عام، انا منهم 20 عام، زادوني عامين على سبيت القاضي لانه اعتبرته انه كيدخل انه ماشي قاضي، بحيث انه كيجاوبني ايه او لا، ما كاينش حاجه اخرى، ما دافع على راسك ايه لا، انه كانت محكمه صوريه بواحد الشكل اللي فظيع. وما كانت هذه القضيه راه ماشي كنت كتمنى احنا، كتهم البلاد بلا قضاء وبدون عداله راه بلاد غاد الهاويه. من بعد مشينا للسجن المركزي، دوزنا فيه 2 سنين اللي تبقات، و8 سنين ال4 سنين الاولى العذاب استمر، الضرب والسجن والكاشوات والاعتداءات واحد مجموعه المسائل، بحيث انا اضطرينا نديروا شي 5 ولا 6 اضرابات، 15 يوم 20 يوم 15 يوم وفي الاخير 45 يوم ديال الاضراب، حيت انه في الاخر انايا عميت من عينيا، الوزن ديالي وصل 30 كيلو وانا عندي ديك الساعه 35 عام، كانت مشى بحال شي سكران يوميا، كانت مشى بحال شي سكران، الدماغ ديالي تفقد منه الفيتامين بي سكيفي، وكانت مشى كان بحال شي واحد اللي سكير ماشي سميتو، حيت انا اضطروا ينقلوا للسبيطار لمده 4 شهور، وانا كنطلق العلاجات باش نلقى شويه باش ترجع الحاله ديالي الصحيه للمجرى الطبيعي. هذا هو من بعد هذه التجربه هذه، عاد باش ولات الوضعيه ديال السجن تقريبا جامعه، بان عندنا الحق باش نتموا الدراسه ديالنا، عندنا الحق باش نتابعوا الدراسه ديالنا اولا، ثانيا باش نتلقاو الجرائد التلفازه واحد المجموعه ديال المسائل، ودرنا حياتي الى حد ما عاديه. في ذاك الوقت انا استغل الفرصه باش ندرس. Thank you.
قلت انا تجربه اللي رائعه لا في مآسيها ولا بملحمه كبيره خصني ضروري نسجلها. اشنو الطريقه باش نسجلها؟ هو الرسم. الكتابه ديالها داروا وحدين اخرين داكشي، انا بغيت نرسمها. يعني ما كاينش صور على دربون الشريف، على السجن، على المحاكمه، على الاضراب، على واحد المجموعه من الاشياء، خصني نعطي رسوم. وفعلا درت الكتاب الاول، سميتو في احشاء بلادي. طبيعة الحال في ظروف سريه كبيره، لانه من لافوي ديما التفتيش يوميا وداك الشيء، ديما خصني نتحايل باش نلقى المخابئ وداك الشيء، ولقيت مخابئ باش ندير الكتاب. والخير خرجته وطبع في بلجيكا، وكان عنده صدى كبير جدا، بحيث انه مجموعه المنظمات العالميه اللي بدات، جمعيات لحقوق الانسان داك الشيء، بدات كتدافع علينا باش نخرجوا. وفي 84 كانت الخير وبركه. بعد انا خرج بعامين، احنا خرجنا بحالنا، كنا ماشي كنا خرجوا، خرجت انا خرج واحد المجموعه ديال النتائج بافواج افواج كيف كيقولوا، بقات حتى ال 99 باش تصفى هذا الملف ديال الاعتقال ديالنا حنا. اولا ملي خرجت اول مره في السجن، اول حاجه كان عندي فيها مشكله قطع الطريق. مشكلة راه ماشي سهلة، لأنه أنا في السجن المركزي كنا في لاكور، ما كاينش الطوموبيلات بطبيعة الحال. تالي كتغمض عينيك وغادي، ما غاتصافي مع شي واحد، ما غادير تاكسي. لا ملي كتخرج كتبقى عندك نفس السلوك ديال 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 الإنسان اللي كتبقى غادي في الطريق، حتى كيسبك شي واحد ولا كيكلاكسون عليك كطير ولا شي حاجة. ثانيا في السجن بحكم أننا كنا أصدقاء، كنا داك شي واحد كتلقى راه في لاكور كيعيط حوايجو كيتعرى كلو داكشي كيف باش يعوم ولا شي حاجه. ملي خرجت انا طلعت للسطح ديال الدار وبديت كنعيط حيت حوايجو كلو باش ندوش انا كنصاد. خرجنا في اوت طلعت للسطح في واحد الدار صغيره في عين الشرق وداكشي، وطلعت وحيت حوايجي وغادي نكبر عليا السطوره، حتى كنسمع شي واحد طرا في الدروج هذا باش من هاد المسائل. ثانيا الوالده الله يرحمها مسكينه عيط ليا، عيط ليا قالت ليا عبد العزيز عايش تشرب اتاي. قلت لها تسنى نجيب شي جيب كاسي، لانه ملي تما كنا في السجن شي واحد كيدير اتاي كيقول لك جيب كاسك باش تشرب معايا، كنمشي نزل ردي ونجيب. قلت لها تسنى نجيب كاسي. بحال هاد المسائل. الى جانب انه كتلقى لقيتي خليتي واحد الدري صغير عنده كاين بالشورط وعنده 10 سنين، كتخرج كتلقاه ولد. ملي كيقول لك ها ولدي، كتقول له انت تا ولدتي. كيفهمش بلا ما راه انت ما شفتيش شحال هادي، وراك كنتي في واحد الظروف استثنائيه، بعدها كتحس به تقلق. علاش تقول لي انت انا ولدت انا ما نولدش؟ كيف ما هو هكذا بحال احتقرتيه ولا شي حاجه، لانه ما عايشين حنا في السجن، عايشين مع بعضنا، ما كاين دراري لا بنات لا عيالات لا والو، كيف ما كنحسش باننا كنكبروا. بخطرت واحد المره واحد داك يسولنا شحال لاج ديالنا وداك الشيء، كل واحد كيعطي الاغلبيه عطاتو لاج ديال ملي تعتقلوا، رغم انا دازت 8 سنين كيقولوا عنده 25 عام، لا لا 35 عام، علاش كيصحى؟ باقي في خلينا الحياه في واحد النقطه وكيحسب لنا نخرجوا غنلقاوها هذيك وغنطلقوا معها في هذاك في هذاك النقطه. وتالي صدمات كبيره، صدمات كتوقع بعض خطرات، كاين اللي كيحماق مسكين، كاين اللي خرج فعلا الصدمه كانت قويه لدرجه انه فقد العقل ديالو، كاين اللي مرض، كاين اللي كان ضروري مراقبه عند الطبيب النفسي باش يحاول يدير، وكاين اللي عنده ما عرفتش واش قوه ذاتية ولا حب الناس اللي ضرن به حالياً مثلاً.